السلام، مرحبا بيكي دانين، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. جيت لكم هاد المره بواحد لا فيديو اللي هو زوين، عجبني بزاف، قلت ضروري غادي نحطو عندي في لاشين وغادي كيما انا فرحت به بزاف. الاغلبيه غايقولوا اش كتقول، حيت غادي يجيهم عادي بالنسبه للبنات اللي كاينين او الاولاد اللي كانوا اللي ساكنين في برمنغهام او اللي ديجا شافوا هاد المكازا هذا اللي قدام عينيكم. هذا واحد المحل اللي غزال وزوين، زوين بزاف. اي حاجه طاحت لك على بالك، اي حاجه كتفكري فيها او لا كتفكر فيها، يعني حتى الدراري راه يقدروا يمشيو ليه عنده، يعني كتحس راسك في المغرب. ما غاديش نكذب عليكم، غير من الريحه ديال المحل ديالو، الدخله، شوفوا الصينيه، شوفوا. المهم غندير لكم جوله، خلينا الوقت الكافي باش نصوروا بالتفاصيل، يعني ما تحتاجوش تمشيو حتى لتما عاد تقولوا حقا واش عنده ولا عنده. في هذا لا فيديو هذا اي حاجه بلاتي نشوف واش كاين عنده غادي تلقاوها في هذا لا فيديو هذا. بحال جاب لكم المغرب حتى لعند حتى الانجليز حتى لبريطانيا، يعني راه الناس اللي في برمنغهام سعداتكم، هذا المحل راه قريب لكم بزاف بزاف. يعني ما عرفتش نقول لكم بعيد، كل ما جانيش بعيد غادي ندخل له يوميا، يعني كل مره بقى نمشي عنده. اغلبيه الحوايج هنا اللي كنت انا ديجا كنجيبهم مع اللي كنت هضرت عليه قبل في الفيديو ديال العيد، ما قبل اخر فيديو عندي هنايا في فلاشين اللي جمال اللي كيجيب لنا السلعه من المغرب، كنا كنجيبو مع هذا الخير عدا وكنتسنى من تيجي شي كيجيب هذا شي كيجي هو هذاك. المهم عرفتوا الباكاج كي كيكون، فنخليو الباكاج الاشياء الكبيره والاشياء الاخرى اللي كنحتاجوها، حيتاش هذا اللهم تمشيو لبرمنغهام عند هذا السيد اللي غادي نخلي لكم في اخر الفيديو العنوان، او لا قدرت تكتبوا لكم من بعد ولا في الديسكريبشن لتحت راه غتلقاو عنده كلشي، وغنخليكم الفيسبوك ديالو المعلومات ديالو كاملين. اللي بغات تمشيو البوست كود بالنسبه للبنات اللي في بريطانيا اللي ما عمرهم ما شافوه قبل او ما عندهم حتى شي فكره، ما كنهضرش على اللي عرفوه واللي ديجا شافوه، فهذه حاجه مزيانه. وبطبيعه الحال غيعرفوا علاش كنهضر. كما كتشوفوا هنايا عنده كلشي، كنحس براسي في السوق ولا في في في, في في قرو ولا كما كنقولوا في المغرب ولا محل الحوانت المغربيه، عنده كل شيء من المغرب البنات، ماشي زعما صنع في شي بلاصه اخرى، حاجه كل شيء كيجيبو من المغرب. رغم ان هاد الشيء اللي كتشوفوا راه قالب اللي باقي السلعه ما كايناش بزاف، هاد الشيء اللي كتشوفوا كيقول راه ما كايناش بزاف بارابور هاد الجو اللي حنا الاجواء اللي كنعيشوها دابا في كورونا الى اخره. على اي عنده لا غير نسيت كاين الفيديو غيفكرنا كلشي، عنده الصينيات، عنده العمارات ديال اتاي هادو اللي كيدير فيهم النعناع واتاي، عنده اي حاجه طيح لك على بالك، يعني من حتى القطاني حتى تقولوا راه كاينين في محلات اخرين ولكن مغربي، داكشي بحال ديال المغرب، الشعريه رقيقه، عنده الروس، عنده ضحكوا عليا ياك. انا المهم عجبني المحل بزاف، وانا متاكده ان الا مشيتوا عنده راه غادي يعجبكم بزاف بزاف. وعلى اي هذا الفيديو بديتو مع الدخله ديال القهوه، كنشربوا كاين اتاي وكاين حليوات، هادوك حتى هما محل ديالهم ديال هو وخوه، حتى من الكوفي ديالهم كتحسوا باللي راكم جالسين في كوفي في المغرب. يعني راه اش غادي نقول لكم، اللي عايشه في مدينه فاغين جالزه بحال هذه اللي فيها حنايا، تجي لهاد البلاصه هادي غادي تحس بالجو زوين، وغادي تتقدى غتقدى زعما داكشي بحال جبتي من المغرب. حتى هما كيتعاملوا مزيان وكيفرحوا بزاف بالمغاربه، يعني كيغرفوا راه مغاربه وكيتهلاو. ومن هنا كنقول ليه شكرا بزاف على الحليبات وكويز ديال اتاي. وداز المنظر زوين هنا كما كتشوفوا، لا كريم شونتي داكشي كامل بحال المغرب. هادشي غايجيكم عادي، حيتاش ممكن تلقاو كاع في حوانت اخرين اولا ديما كازا هنايا، غير بغيتو حاجه مغربيه كاين عند هاد السيد، ما كنهضرش غير على هادشي ديال الماكله حيتاش بحال التشيك بيز ولا الخير هذا كامل غتلقاو، ولكن كاينين الكيسان ديال اتاي، كاينين البرارد، كاينين بزاف ديال الحوايج، يعني الكيوز، يعني هانتوما كتشوفوا قدام عينيكم الحنا حتى هي كاينه. ما عرفتش نقول لكم انا كنحس براسي في المغرب. عنده حتى الطواجن ديال فاس، الطواجن العاديين، عنده يعني اي حاجه طحت لكم على بالكم.
بحال هنايا واحد السويره غادي يبان لكم هنا الطواجن كما شفتوهم، وهادو الصينيه من اللور والطبيصلات. العسل حتى هو عنده، العسل الحار عنده، العسل العادي وعنده حتى الاختريات حتى هما، يعني اي حاجه تقيله تقدري ما تجيبيهاش معك في الباكاج. وحتى هادو كاينين عنده اللي كتشوفو هنا البنادر واش كيقولوا لهم، وحتى الجلال بالعادي بحال دابا تعطيو دي كادو كاين الناس اللي كيعجبهم داك التقاليد المغربيه. بحال مثلا انا عندي شي صحباتي من العراق ولا شي حاجه بحال هكا، فاش كتجي عندي كنبغي نعطيها شي قندوره مغربيه ولا شي حاجه، فكنكون كنجيب في المغرب ديما شي حاجه بالزايد باش الا جات شي مناسبه تعطي كادو صافي. شوف بحال كيقولوا شويه الذوق المغربي، هذا عنده كل شيء، سيري عنده او سيري عنده غتلقاو عنده كل شيء تقريبا. وان شاء الله نخليكم مع الفيديو وتشوفوه كامل، عن راه في الاخر الفيديو كاينين بزاف الحوايج ما جاز عنده ما شاء الله كبير، وانا كيما عجبني راني شاركته معكم. وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ونخليكم على فيديو حتى الاخر. وغادي ما ننساش انني نكتب لكم الادريس ديالو اللي بغات تمشي عنده، ولا المهم غنخلي لكم حتى الفيسبوك اللي بغات تواصل معاهم. راه ما عندهم حتى شي مشكل، الناس مزيانين كيتعاملوا مزيان ديال ومحل زوين، ومتاكده انه غادي يعجبكم مزيان. غادي نخلي لكم العنوان وغادي نخلي لكم الفيسبوك ديالو كما قلت لكم من قبل، وغنكتبهم لكم هنايا في الشاشه وغنخليهم لكم في الديسكريبشن او صندوق الوصف. وهنايا الى عجبكم الفيديو ما تنساوليش لايك، ولا كنتو جداد في القناه عندي فكنتمنى ديروا سبسكرايب، وفضلا وليس امرا. وان شاء الله نشوفكم في الفيديوهات الجايه، وفرجه ممتعه. Thank you.